السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. المهم البنات، حنا مازال عند لوسي وبغيت نشارككم هذا النهار هذا ان شاء الله تدوزوا معايا. دابا انتم البنات راه وليتوا بحال العائله ديالي الثانيه، صحاباتي، بزاف الحوايج. يعني اي حاجه كنديرها واي بلاصه كنمشي ليها كنشاركها معكم، كنشارككم كيفاش كندوز النهار فيها، كنشارككم داكشي اللي كنوجد، كاع داكشي اللي كندير كنشاركو معكم البنات من القلب. يعني داكشي كيف ما انا كنديرو كنبغي نوصلو ليكم، وكنبغي نوصل لكم واحد الطاقه ايجابيه والحماس والحيويه، وحتى نتوما ان شاء الله تاخذوا مني غير الحوايج الزوينه. المهم البنات، هنايا راني في لاكور، نوتي عندهم لاكور، هانتوما الدراري راهم اكرم لقى داكشي اللي بغا، كيعجبو الحال هكايا، هو كيعجبو يخرج وداكشي. وهنايا بحال حنايا في الدار، وفي نفس الوقت كيحسوا براسهم بحال خارجين. المهم غنشارككم هذا النهار، يلاه الصباح دابا، يلاه فقنا فطرنا وانا نبدا معكم الفيديو. غنشارككم ان شاء الله الغديوه ديالنا اش غنديروا فيها، يوم كاع داكشي اللي غنديروا راه غنشاركوا معكم. نتمنى ان شاء الله تدوز معايا وقيته زوينه وتفوجوا معايا شويه. المهم ندير لكم هنايا نوريكم لاكور كيفاش داير. المهم كنشرو فيه الحوايج لان تا هما المهم السطح عالي، هما البروميان السفلي، هما في السفلي يعني عندهم لاكور كينشرو فيه وكيديرين فيه واحد الجليسه زوينه غنوريها لكم. ها نتوما هنايا فين كيلعب، هنايا هادي ديال البنت لوسي راه خداله دابا اكرم ولا هو اللي كيلعب فيها. المهم هنايا دايرين واحد الجليسه هكايا كيديروا فيها الكوتي ولا الغدا هكايا. المهم صراحه زوين الجو هنايا. المهم ها نتوما معايا واللي درناها ان شاء الله راه غنشاركها معكم. المهم البنات، هنايا راه بدينا كنوجدوا في الغدا، هنايا مرات لوسي اللي كتوجد لينا الغدا، غدير لينا السفه المدفونه بالدجاج. المهم السفه ديالها كتجي غزاله، وكان جاني واحد المره في التعليق واحد المتتبعه قالت لي عافاك شاركينا السفه كيفاش كديري ليها. المهم جات الفرصه دابا مرات لوسي دايره لينا الغدا، قلت علاش لا نشاركها معكم. المهم هنايا راه نقات البصله، الثومه، الربيع، هنايا الدجاجه قطعتها هكايا، قطعتها باش كتجي زوينه هكايا في وسط ديال السفه. وهنايا البرمه، يلاه دارت الماء في البرمه. المهم انا غنصور معكم المراحل ديالها كاملين باش ان شاء الله اللي بغات توجدها تلقى عندي في القناه. المهم هنايا البنات كوكوط، غادي تنصب الدجاج في الكوكوط والسفه غديرها في البرمه بوحديتها. المهم هنايا دارت، غنهبط لكم تشوفوا، دارت دامه وحده ديال الزعفران مع الروزيه، معلقه ديال المروزيه ديال اللحم. المهم ماشي عطريه الدجاج، المروزيه. هنايا معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، كديرو هكايا تقريبا نص معلقه صغيره ديال قرقله وسيبيسه ثوم عطريه اللحم. ياسمين هذوك طحناهم من راسي فيهم غير قرقله وسيبيسه صافي والباديان هذيك النجيم ونجيم صافي هادشي اللي فيهم ثلاثه الحوايج صافي. وديروا الزيت البلديه تقريبا شي نص كاس ديال الزيت البلديه، لازم تيكونش ميد الدجاج البلدي، شويه ديال الزيت الرومي. هنا الزيت الروميه دايره معها الثومه والياسير، غنوريها لهم. ها انتم البنات الزيت الروميه اللي كطيب بها العاديه دايره فيها هكا عريشات ديال الياسير وفصيصات ديال الثومه وورقه سيدنا موسى، شكا كتجي من السماء. هنايا الثومه تقريبا ثلاثه الفصوص كبار ديال الثومه ولا اربعه. كنعصروا هذه الفصوصه ديال الثومه هنايا في هذه ديال الثومه شويه الملح حتى وصلت الثومه. المهم دير الملحه حسب الذوق، لان غسله الدجاج بالملحه ما بغاش تكثر الملحه. هنايا
يا ربيع قزبرة مع الدنس مقطعين رقاق. عندك القرفة ما عنديش عواد الخر ندير شويه ديال القرفة. المهم البنات هاد الشرموله هادي زيدوا فيها حتى شي عويدات ديال القرفة الا كانت ما كانش حتى الاخر وغتزيد شويه هكا مطحونه كتشرملو الدجاج مزيان فهاد الشيء فهاد الشرموله. البنات هنايا راه شرملات الدجاج مزيان. دابا غادي تزيد عليه غير البصله. هنايا 4 ديال البصلات كبارين غتقطعهم رقاق وغتزيدهم عليهم وعاد غديرو فوق البوطه يتشحر. المهم صافي البنات درت البصله قطعتها هكايا اجنحه طويله اصلا راه غادا تذوب. المهم غيتشحر الدجاج شويه مع البصله والعطريه اللي دارت فيه. انا كطيبيه بلا ما ياك طيبيه بلا ما على حساب الدجاج هذا. دابا الدجاج البلدي يشد الطياب. المهم كان الدجاج الرومي الدجاج الرومي البنات تدي اي البصله وتنقصوا عليه البوطه باش كتجي معلكه وناشفه من الماء. المهم هنايا البرمه البنات راه دايرين الماء كيغلي باش غادي نديروا الصفه. مهم البنات بالنسبه للشعريه هي كتستعمل هذيك الماركه الزوينه. المهم ديك الرقيقه كاع كتكون رقيقه بزاف بحال الزغبه ديال الراس. المهم السميه ما عقلناش عليها بالضبط شنو سميتها. المهم اختاروا الماركه تكون مزيانه باش تجيكم الكرام. المهم راه كتباع باكيه ديال الكيلو وكتباع هكايا العبار. المهم في الاول كديروها هكايا كديروا لها غير الزيت كتزيتوها. البنات هاي زيت هاد السفه غنخليوه هنايا بين ما يبدا يغلي الماء وعاد غديرها ان شاء الله في الكسكاس. غتقدر وقيلا غديري غير النص بالنص حيت الكسكاس يمكن ما يهزاش كامل وصافي. المهم حتى نبغيو نديروها. المهم البنات هنايا ها هو الدجاج كيتقلى مع البصيله والعطريه ريحه الماروزيه عاطيه منه. المهم هنايا نسينا معلقه ديال السمن كديروه صغيره ضروري الدجاج كيبغي السمن. وهذا صافي غنديرو السفته دابا طلع فيها الفطار. شويه ونسيت تهبط وعاد غادي تكمل داكشي. ممكن نديرو تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء صافي وغنسدو على الدجاج يطيب. نبغي نقصو عليه البوطه. المهم مع هاد الدجاج كدي صغير يطيب ميمون نسدو عليه ونخليه يطيب على خاطره. الصفة
السفن مدفونة. كتعجبك تديرها مي. مهم البنات هانتوما السفرة هزيناها من فوق طنجراني شنجبناه هنايا الروبيني كتشلو هكايا. المهم انا غنعطيكم الخطوات بالتفصيل بالنسبه للمبتدئات واللي ما كتصدقش ليهم ولا هكايا. المهم كتفزقوها مزيان تقريبا البنات تولد ساعه شي 20 دقيقه اللي بقات في التفويره الاولى كتبقى فورم مزيان كتفور مزيان في الاول ومباشره كتهزوها كتجيبوها للروبيني هنا كتغسلوها وكتخليوها تستقطر مزيان كما شفتوا بحال هكايا. صافي وتقلبوها في القصريه وتخليوها تزيد تشرب تكون باقا فازقه بالماء. الدراري محيحين اكرم وياسمين لاكور كيعجبوهم بحال كيحسوا براسهم راهم خارجين على برا كيلعبوا. المهم البنات نخليوها تشرب مزيان وعاد نكملوا. المهم هنايا البنات شلاطه ديال الباربه والتفاح تحكوا الباربه خضراء عاديه وتتحكوا معها التفاح صافي وكديروا لهم واحد الصوص حتى نوري لكم. المهم كنت مشاركه معكم هذه الشلاطه هذه ديروها في الثلاجه تبرد. كديريها في الاول مع الزيت ولا حتى الثاني؟ لا الثاني ملي كنغسلها ملي كنخليها تشرب كندير معاها الملح. المهم البنات دابا التفويره الثالثه غادي الثانيه الاولى فيها الزيت والثانيه شغ هكا طلقنا عليها الماء وهذه الثالثه المهم الثالثه تشربها الماء كدير كاس كبير ديال الماء خليها تشرب. صافي المهم البنات كيف ما كتشوفوا راه المرقه معسله صافي ديرها مهيله حتى يعجب اللي كيشد شويه صافي. المهم البنات هنايا راه على حسب النوعيه ديال الشعريه كاينه الشعريه اللي كتشرب بزاف الماء وكاينه اللي ما كتشربش. المهم هذه راه بقات شويه ناشفه هيا زادت لها الكاس الثاني ديال الماء وعاد غتخليها تشرب. المهم عينكم ميزانكم الا شفتوها هكايا ملي كتقيسوها كتبان لكم فازقه ولتحت في القصريه كاين الماء صافي ما تزيدوش الماء الا بانت لكم شربات زيدوها شويه الماء. المهم غنخليوها تشرب شويه هنايا البنات الدجاج راه طاب دابا غير كيتعسل وتختار الدغميره
درت معاه هنايا الزبيب، المهم قلباته في هاد الطنجره هذه الصغيره لان دابا غليت، غادي تعلق وصافي. غنديروا معاه شويه القرفه الا كان ونطفيو عليه. المهم الا كانت القرفه عواد كديروها من الاول، ما كانش كديروها هكا شويه مطحونه مع الزبيب وصافي. صافي دابا غادي نسدو عليه ونخليوه. المهم البنات هذه التفويره الرابعه، دابا غادي حتى هي كنشربوها الماء. المهم البنات فيت معكم بالخطوات باش ان شاء الله المبتدئات يجربوها. صافي كتفكوها وكديروا عليها الماء وهي باقا سخونه. كاس ديال الماء من كاس كبير كتخويو عليها وكتبقاو تحركوا وتتشوفوا كاين الساعه. كيف ما قلت لكم هاد الشعريه راه فيها انواع، كاينه اللي كتشرب مزيان وكاينه اللي ما كتشربش. في الماء عينكم ميزانكم. درت تقريبا كاس كبير ونص ديال الماء وغنخليوها تشرب. عادي غادي نردوها تفور. المهم هادي التفويره اللي قبل من الاخره، هذه هي الاخرى والاخرى بالزبده. المهم هذه هي الاخرى اللي كديروا فيها الماء، صافي الاخرى غير بالزبده. وين كويزانك الا بانت طابت راه ما تزيديش ما تزيديش كاع الاخرى، ديري لها الزبده وتخليها. صافي الدجاجه البنات راه تشحر مزيان وحتى الزبيب والقرفه تعسلوا معاه. صافي طفينا عليه البوطه. المهم المريقه خاصها توقف تكون واقفه ما تكونش فيها كاع الماء. صافي المهم راه طفينا عليه، راه وجد غير نطلب التفويره الاخرى في الصفه ديال بالزبده صافي وغادي نقدمها. هذه التفويره الاخرى صافي طلعنا فيها الفار مزيان تقريبا 20 دقيقه البنات. في كل تفويره كتخليو تولد ساعه تا كطلع فيها الفار مزيان. دابا هادي هي الاخرى غادي نديرها غير بالزبده. كدير الزبده مزيان كتجي تقريبا واحد وعينو ميزانو حيت اصلا كثيره. تقريبا هنا عندنا ترى درنا حنا شي جوج كيلو ديال الشعريه وصافي. غادي دابا راه سخونه ديروها بمعلقه الخشب الزبده صافي تسخن فيها شويه نديرها شويه بين ما حطينا وصافي هي طايبه صافي باش تدخل فيها الزبده مزيان باش تجي. المهم غادي هكايا طبعها كتعطيها حتى تبان تلذذ وصافي. غادي نديروها طلع فيها التفويره الاخرى صافي ونوريكم كيفاش نقدموها. ها هي السفه مازال كطلع التفويره الاخرى. درنا الزبده ودرناها صافي غير باش الزبده كتدخل في الشعريه صافي وغنحطوها. شليضات شلاضه ديال الهاربه والتفاح وشلاضه ديال ليشو وخيزو وشلاضه لافوكا ومطيشه. المهم ديال الصيف شليضات صيفيين وصافي كلشي خضر كلشي الخضره طريه وصافي. المهم شليضات عاديين هذه ديال خيزو وليشو فيها دانون مسوس والسنيده والخل والحامض شويه الحامض صافي صافي ومليحه وهذا ما كديرش ملح صافي. هذه لافوكا عاديه مزيانه كيف ما درتش فيها صافي. بصله ومطيشه ولافوكا مع شويه الخل وملح والبزار والزيت. المهم نقادو الطبيله ونوريكم الشكل النهائي. صافي هنايا بدينا كنحطو. غادي يمكن ديروا شي مول ولا شي حاجه صافي. غادي المهم هي كتجي مدفونه كيجي الدجاج مدفون الوسط ديالها ما كيبانش. يوم درنا الطبقه الاولى ديال الشعريه وعاد كديروا الدجاج.
مهم البنات، هنا غيسالي الفيديو ديالي معاكم، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وعجبكم هاد الاقتراحات هادو ديال الغداء. المهم تغدينا هنايا في لاكور، واحد الجو غزال غزال ما شهيتكم فيه، حقكم في الجنه. وسمحوا لي، المهم اللي شهيتها تسمح لي. غنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.